اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الجديد من الساعه 9. الوحيد اللي قادر يضمن المناخ الايجابي في النادي الافريقي هو جمهوره. ليكيب بتعرف طبعا عندنا مشاكل ماديه وكل شيء، 22 مليار واحتاجت لهم ليكيب. احسن رصيد بشري حاليا متوفر هو في نجم النادي السياحي. المفروض لما تصير اخطاء نقعد مع المدرب بتاعي. كان اسبوع صعيب برشا على النادي السياحي. فراس شوات قدم مباراه عاليه جدا. سي عمار عملنا مراوغة ما حدش يحكي. ما عندي حتى مراوغة. لاتاكون يلعب يزم يفهم اصحابه يلعبوا معاه. نلعب اتاكون سانتوس كيعمل لابي من ورايا. نعرفوا وين يحب الكورة. الشعليه اللي ياخذ كوره في الساقين ما يعمل حتى ابير القدام. ما يترجش تاريخ كبير برشا راهو تعمل فيه راهو زيد. في اي ظروف ينجم يخدم مدرب وعلينا كوره تحكيه وعلينا مردود وعلى الكاركاتير وعلى الكاركاتير محفر. الكوره سي بينيبل في تونس. انا كوره نجدها لعبها. كنت خبر نيجي خسر 6 مع مصر. يا اخي مصر ربحتها 6 نبيعها على 7. وماذا بينا معناتها تخلى عنك. نجم يكون هناك لو ما نتفاهموش معه في طريقة، أما باش نثبوه في شخص ولا كذا ما فهماش علاش. كرة القدم حتى في أبسط حاجاتها تجم تفرح العائلات، تجم تفرح الصغار. التاسعة سبور كل نهار 2 9:15 على 9:00.